شو هن التبس اللي منيح تعرفون قبل ما تتعرضوا للشمس؟ أول تب سان سكرين أو واقي الشمس. بحياتكم اليومية لازم تحطوا سان سكرين يكون الـ SPF تبعه 30. إذا عم تتعرضوا للشمس كل نهار مثلاً على البحر أو بهايكينج لازم يكون المؤشر تبعه SPF 50. الـ SPF بيحمي من سرطان الجلد. إذا كمان بهمكم إنه السان سكرين يكون عم بخفف شيخوخة الجلد لازم يكون محطوط عليه Broad Spectrum أو UVA. منحط السان سكرين كل 4 ساعات بحياتنا اليومية، بس إذا قاعدين بالشمس لازم نحطه كل ساعتين. أخطر أوقات للشمس هن بين الساعة 10 والأربعة، فبنصحكم تتفادوا لهالأوقات وقت بدكم تتعرضوا للشمس. بالأوقات التانية لازم نضلنا نحط سان سكرين وننتبه إنه إذا بدنا ناخد لون، اللون لازم ناخده تدريجياً. حيالله تانينج بناخده كتير بسرعة وبكون جلدنا احترق أو حتى زهر، بزيد ريسك إنه نعمل سرطان جلد. أهم شغلة ما تنسوا إنه التعرض للشمس بيقدر يزيد خطر تطور سرطان الجلد. فإذا عم تنتبهوا إنه في شمية عم تتغير، في شمية جديدة شكلها مش كتير طبيعي، لازم تروحوا تشوفوا حكيم الجلد كرمال يعملكم فحص جلد كامل.